السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في يوميات نوب من جديد وللابد في بلوكس فروت يا جماعه. واخيرا حفظت اسمها، حفظت اسم اللعبه اللي انا مره حبيتها وانتم حبيتوها. قبل ما نبدا يا جماعه المقطع يا ريت تسوون لايك وتشتركون اذا انتم مشتركين، تمام؟ وتوصلون هذا المقطع 100 لايك، والله انها ايزي وسهله وانتم تقدرون اكثر من كذا بكثير. وبسم الله نبدا. قبل ما اسوي كل شيء، والله شكرا على تعليقاتكم، شكرا على كل شخص يا جماعه قاعد يساعدني، قاعد يقول لي عيسى ضيفني، انا راح اعطيك فاكهه، ضيفني يا عيسى انا راح اساعدك عشان تتطور. والله شكرا لكم من كل قلبي، شكرا للناس قاعد تكلمني تكتب لي تعليقات، عيسى الفاكهه هذه بيض، عيسى الفاكهه هذه اسطوره، عيسى انت ليش ما اكلت فاكهه اللي هي المقمه يا جماعه، اللي هي فاكهه اسطوريه حقت اكن الاسطوره يا جماعه، اللي هي فاكهه البركان، فاكهه مره رهيبه يا جماعه، انا ندمت اني ما اخذها. حتى في واحد كتب لي والله في التعليقات راح تاكلها الا لما توصل ليفل اللهم صل وسلم على رسول الله 700، والحين انا ليفل 100 و120، يعني انا ندمان ورب الكعبه اني ما اكلتها، لكنها حلوه. قولوا لي ليش، يعني لو اكل فاكهه سموك لقيتها بالارض طايحه ما حد يبغاها. اكلكم اكل 10 زي كما قلتوا كلا. دقيقه وربي ما عاد ارفض. اعطيني اياها يسعد دين امك. اعطيني اياها. هذا قاعد يعطيني فواكه. لا تضربني. اعطيني اياها. لا. اعطيني اياها يا، اعرف انك معرك، اعرف انك قوي، اعرف انك اسطورة، اعرف انك مختم اللعبة و24 ساعة ما تلعب الا بلوكس فروت ما تلعب. خلاص يا حبيبي خلاص، والله عارف انك قوي. خليني مبسوط وفاكر السموك. اقد السوق. شو اقد السوق يا حبي يا شيخ، هذه اعظم باكة المرة تري. شوفوا ما شاء الله هذا عنده فوق الارض. كيف، دقيقة عندي سؤال مرة مهم، كيف يقدر يحول من الفواكه؟ يعني مثلا يستخدم فاكهة وبعدين يستخدم فاكهة ثانية وثالثة ورابعة، المفروض يعني لكل شخص فاكهة واحدة. عشان ما اطول في الكلام يا جماعة، انا اشتريت فاكهة السموك واشتريت دربت فاكهة القنبلة، فاكهة القنبلة كانت مرة سيئة، فاكهة السموك يعني كويسة يا جماعة مرة حلوة، حبيت الفاكهة، بس اني بجرب فواكه ثانية، بجرب انا نوب ودي اجرب فواكه ثانية. معاي تقريبا اقدر اشتري فاكهة واحدة، اذا طلعت لي فاكهة كويسة راح اكلها، فاكهة سيئة ما راح اكلها. خلني اشتري فاكهة. طيب اللي هو فاكهة ايش؟ بس والله ما ادري. سبيرنج يا جماعة، والله ما ادري. الحين ما ادري اخاطر اكل الفاكهة هذه بعدين يا جماعة عند اسداس الارض او لا. خلينا اشوفها يا جماعة عند التاجر النصاب اللي رحت في بداية المقطع. خلينا نروح نشتري سفينة ونروح نكمل مهمة اليوم. وول، اعرف الشخصية ذي. ليش تضربني؟ والله ما سويت لك شيء. هذا عدو، هذا وحش، هذا بوس يا جماعة في اللعبة، هذا تحديد جديد. اوه تفكرون باللي يفكر فيه اني ادعسه؟ خليني ادعسه، مع انه ليفل 100 بس اني اقدر عليه. اوه ماي جاد دمجه مرة حلو، عجبني. تدرون نسيت فاكهة السموك، والله نسيتها. دقيقة بالله، طيب دقيقة. المشكلة يا جماعة المدى مرة. ابلع. وول القوة. تدروني حسب لاعب، تدرون في البداية حسب لاعب. دقيقة والله يا جماعة هذا لازم اعرق له، هذا لازم اعرق. ابلع. دعس الارض. ما في يا جماعة واحد ولا اثنين، انا وهو، لازم نذبحه. ما عاد فيها واحد ولا اثنين، خلاص لازم نذبحه. ابلع. تعال ابلع. خلنا نهرب راح يسوي قاضي حقته. اوه ماي جاد شباب، مرة قوي يخرب بيته. سيف اسطوري يا جماعة، سيف اسطوري. انا اعرف الشخصية دي يا جماعة، اللي هي شخصية تعيش وسط البحر في ون بيس. واه شوفوا الحركة حقته كيف يدور. شوفوا انا اكتشفت ان فاكهة السموك سيئة ضد الوحوش، بس انها كويسة ضد الوحوش الصغيرة. فين هو؟ انا راح يدعسني، الان راح اندعس يا شباب. راح يدعسني الى ما النهاية. انا اكتشفت ان فاكهتي سيئة، والله ما حصلت اي شخص يا جماعة يعطيني المهمة. يلا خلينا بس نضاربه، خلينا يا جماعة نذبحه. اوه صحته صارت فل،
صحت وصارت فل. لا غلط والله غلط. ابلع 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 ابلع. اح او 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 يا الدمج. اح 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 يا الدمج. وربي هلكني. يا جماعة قاعد يدمج دمجه 500. دمجه 500 يا خربات وقوي. والله قوي والله قوي قوي قوي. قوي ما ادري انا ضعيف. توقع اني انا ضعيف. هو قوي. انا ضعيف مو هو اللي قوي والله. ابلع 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 ابلع. فين اختفى؟ فين رسبن؟ فين اختفى؟ ليش اختفى؟ فين اختفى؟ شباب يا هو يا كابتن ايش فيها اللعبة؟ فجأة كذا اختفى ايش فيه؟ خليني اقول لكم شيء مرة يحزن، شيء مرة يزعل يا جماعة. الفاكهة اللي انا اشتريتها بتقريبا 40 دولار فجأة اختفت. يعني خليني نروح الايتمز الحين، نروح الايتم نشوفها. ما راح تحصل الا فاكهة المقمى، ما راح تشوف شيء. فجأة كذا اختفت لاني مت اتوقع من الوحش وما اكلتها. والفاكهة ما ادري هل هي قوية ولا ضعيفة، والله ما ادري والله. حرام كان نفسي اجرب فاكهة جديدة والله والله حرام. خلني اشوف. والله ما ادري شكل الفاكهة يعني مي مرة كويسة. اتوقع ان فاكهة سيئة. الحمد لله اني ما اخذتها. اتوقع فاكهة سموك افضل منها بكثير. ما عجبتني ما عجبتني الفاكهة اللي هي فاكهة تنطيط. انا نفسي اعرف وين اختفى هذا الشخص. وين اختفى؟ وين اختفى؟ نفسي كذا كنت يعني اخلط وخلط ادعس دعس يا شباب. فجأة كذا اختفى. غريب اللعبة دي غريبة. طيب الآن بنروح وين؟ بنروح المهمة الجديدة. خلينا نشوف المهمة الجديدة وين. خلينا نشوف المهمة الجديدة وين تدلنا. معايا فاكهة السموك. فاكهة السموك كانت فاكهة كويسة، صارت فاكهة مرة سيئة. لازم نجيب فواكه أفضل منها بكثير مرة. أوه جزيرة جديدة، وحوش جدد. أوه يا شباب يا شباب يا شباب، الوحوش اللي ضدي ليفلهم 120 بالضبط، 120 زيي. اعطيني المهمة الجديدة، اعطيني المهمة الجديدة يا ميرينا. اتوقع هذه بنت ترى يا شباب، هذه بنت يا جماعة. اتوقع اسمها الا والله بنت ولا ولد، والله ما ادري. المهمة الجديدة لازم اسويها بليفل 120 زي ليفلي الان، وتعطيني 6000 يا جماعة فلوس والاكسبيرينس يا جماعة. والله ما ادري تعطيني كم. ايوه تعطيني مرة كثير، تعطيني 200000. خلينا نروح خلينا نشوف. اوه هذه جزيرة، جزيرة يا جماعة ضيعت اللي طاقم ون بيس ابو شعر اصفر، والله ضيعت اسمه. تعالوا مع بعض، هل يدمجوني؟ ما يدمجوني ما يدمجوني. عشان كذا انا اعشق فاكهة السموك، اعشقها اعشق. تعال 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 تعال. ابلع 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 ابلع. اوه فاكهة السموك اسطورتي، فاكهة السموك هي اسطورتي. لو اسالني اسالوني اسالوني مين اسطورتي، مين اسطورتي في الحياة، اقول لك فاكهة السموك. فاكهة السموك هي اسطورتي، هي اسطورتي. ايزي يا شباب، ايزي ايزي ايزي. او دقيقه، المفروض يا جماعه التطويره طلعت اللي هي حرف السي، تطويره السموك في ليفل المفروض اني وصلته يعني خلاص. طورتها بما فيه الكفايه، هذه اعلى تطويره لها. ابلع تعال 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 هنا، تعال هنا. ابلع 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 ابلع. استخدمت اسلوب في ناس كمان، في ناس غيرهم، في ناس غيرهم. تعال تعال، ليش مختفين؟ تعالوا تعالوا، في غيركم. بس اربع اشخاص، يلا اربع اشخاص كويسين. الحين يلا نواجههم، نواجههم الاربعه يا جماعه. في تعليق واحد كتب لي قال عيسى هذا مو جلتش، هذه نفس الفاكهه ما تاثر فيها اللي هو السيوف، ما تاثر فيها. خلنا نجرب التطوير الجديده، مره متحمس ابغى اشوف. شوفوا رده فعلي، شوفوا رده فعلي. خلنا نشوف. صداع 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 صداع. او ماي جاد، حلو 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 حلو. والله فاكهة السموك اسطورية، والله والله فاكهة السموك اسطورية. اللي يقول فاكهة السموك فاكهة عادية ما يفهم شيء، فاكهة السموك اسطورية اسطورية. شوفوا شوفوا، طشيتهم في البحر، طشيتهم في البحر، طشيتهم في البحر. طيب هذا كمان اختفى، خلنا نذبح هذول الثلاثة. خلنا نطور، خلنا نطور السيف، خلنا نطور السيف، نبغى نطور السيف، نبغى نطور السيف، نبغى نطور السيف. يلا يلا السيف ليفل واحد ما ينفع، ليفل واحد السيف. وصلته كذا على طول السيف، وصلته كذا على طول من واحد من صفر الى 36. يخرب بيت القوة يا رجل، ادمتون ايه بذبحكم بالسيف. وال وال والله السيف رهيب، والله رهيب، حركته رهيبة، حركته اسطورية يا جماعة. انا اتوقع اني كذا طورت السيف بما فيه الكفاية، لا طورته الى 41 اتوقع. باقي لي 20 ليفل. المهمة الجديدة ما نقدر نسويها يا جماعة لما يكون ليفل 130. خلينا نطور ليفلنا الان لما نوصل 130 عشان نهزم اللي هو الادميرال. اوه راح نهزم يا جماعة ناس من البحرية، اتوقع الان راح نهزم واحد من البحرية اسمه
فيك ما ادري بالضبط ايش اسمه، بس واحد من البحريه راح نهزمه. خلينا نطور شخصياتنا بعدين نرجع لكم. A few moments later. وصلنا لفل كم؟ وصلنا لفل زي ما تشوفون يا جماعه، وصلنا لفل 130. حلو. شفت شيء جديد ابغى اوريكم اياه، شفت مره شيء اسطوري، شيء اسطوري يا جماعه. خلينا نجمعهم مع بعض، خلينا نجيبوا الاربعه مع بعض، خلينا نسوي المهمه ذي المره الاخيره ونذبح يا جماعه الطباخين. ذوي طباخين اللي هم في جزيرة سانجي. يب سانجي 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 اسمه سانجي يا جماعة. خلينا نشوف، خلينا نحط هاكي التسلق، نتعلم هاكي التسلق. شوف 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 شوف، خلينا نبعد عنه، أبعد عنه أوريكم، بس عشان أوريكم هاكي التسلق. شوف شوف لو أشيله أحطه، أوه السيوف تصير سودة، السيوف تصير سودة يا عيال، تصير مرة قوية. الحين أنا قررت يا جماعة، بما إني هاك التسلق يفيد السيوف، راح أطور السيوف يا جماعة، راح أطورها إلى ما لا نهاية، راح أطورها يا شباب، راح أطورها. أبغى الدمج حقه يصير أسطوري، أبغى أطور كل شيء إلا الأسلحة. الأسلحة صراحة أنا ما أستخدمها كثير. خلينا نصفقهم بالسيوف يا جماعة، خلينا نصفقهم بالسيوف، يلا نصفقهم بالسيوف، يلا نصفقهم بالسيوف، خلينا نصفقهم. والله دمجه صار كويس، دمجه صار كويس. خلينا نوريكم التطوير الجديد اللي سويته، شوفوا كيف يا شباب، شوفوا كيف. اسلوب زوره يا شباب، اسلوب زوره. ابلعوا يا شيخ، ابلعوا ابلعوا الى ما لا نهايه، ابلعوا ابلعوا. اعطيني باكت السموك الاسطوريه يا شيخ، اعظم باكت على مر التاريخ، اعظم من باكت يا جماعه الماجما البركان. امزح شباب، امزح. بس والله انها فاكهة اسطورية، والله اني حبيت الفاكهة دي، انا حبيتها من كل قلبي، حبيت الفاكهة دي والله حبيتها. ابغى اروح يا جماعة للي هو وحش البحرية. من هو وحش البحرية؟ والله ما ادري، بس متحمس اني اروح له. بشوف كم يعطيني اكس بي، مو باين كم يعطيني اكس بي، بس خليني اروح له. احسه يا جماعة راح يطلع وحش اسطوري، راح يطلع وحش. اوه ماي جاد شباب، راح نندعش، راح نندعس يا شباب دعس الارض. خلينا ناخذ الصندوق قبل ما نندعس، بما ان فاكهتنا يعني الفاكهه كويسه، فاكهه السموك، بس كويسه للناس الطبيعيين، مو هو وحوش وحوش كبار. نقول بسم الله يا شباب، نفعل الهاكي ونبدا جلد، نبدا خبز. الدمج حقه يعني قوي، معاه ثلاث سيوف. ليش معك ثلاث سيوف؟ المفروض بس انا معي ثلاث سيوف. لا حتى بس انت، يلا ابلع ابلع ابلع، انا اوريك باكت سموك، ابلع ابلع ابلع، انا اوريك، ابلع 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 ابلع. والله يا جماعه مره قوي، والله قوي قوي، مو سهل مو سهل، والله مو سهل والله. اوه ديم يا دمج، اوه دي، تعال اطلع لي، اطلع لي اطلع لي، اطلع لي فوق، 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 اطلع لي فوق. التكتيك يا جماعه اني اضرب واهرب، اضرب واهرب، اضرب واهرب، اضرب واهرب، اضرب واهرب، اضرب واهرب. اوه دمجته، والله دمجته، شوفوا دمه اصفر، يمكن نص دمه راح. ايزي 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 ايزي، المره الجايه نذبح، المره الجايه نذبح، والله ايزي، والله ايزي ايزي، مو مره صعب. تعال 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 مسوي قوي. وينه وين راح، وين اختفى؟ تعال 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 مسوي قوي، خلينا نفعل الهاكي، بس خلينا نعطيه ضربتين كذا بالسيف. ابلع ابلع كمان، خلينا نضربه، ابلع 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 ابلع، اقول لك ابلع 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 ابلع. او ديم او ديم او ديم، ما ابغى يذبحني مره، ما ابغى يذبحني مره، ما ابغى يذبحني مره. ابلع ابلع ابلع، او ربي ما بقي شيء في صحتي، ما ابغى يذبحني، يا رب ما يذبحني. ابلع ابلع ابلع، لازم اهرب، اعطيه الضربه الاخيره يا شباب. اوه راح اموت، راح اموت يا شباب، راح اموت، ما 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 راح اموت. يس يس، والله دعست، والله 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 ايزي، قلت لكم ايزي يا شباب، مره ايزي ايزي. باكت السموك، باكت السموك، حب 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 الباكت السموك، والله انها فاكهه اسطوريه، انا احب الفاكهه ذي، ادري ان الفاكهه ذي ضعيفه بس انا احبها، انا احب الفاكهه ذي، انا مره احب الفاكهه ذي. اوه في شخص هنا، في شخص هنا يا جماعه يبيع اسلحه، خليني استكشف ايش الاسلحه اللي عنده. وهنا يا جماعه يبيع، اول شيء يبيع السلاح، السلاح هذا ب 30,000، ما راح اشتريه طبعا، واتوقع هذا كمان السلاح يا جماعه بس ما راح اشتريه. خلينا نشوف ايش السلاح هذا. طبعا في شيء هنا حق تفجير يا جماعه، ما ادري فاكهه ولا لا، والله ما ادري، خوفي اني اشتريها فاكهه، بس ما اتوقع انها فاكهه، فاكهه القنبله يا جماعه، لو انها فاكهه والله حرام فلوسي راح تطير، اصلا هي ب 100,000 وانا ما اقدر اشتريها، كويس اني انا ما اقدر اشتريها، نفسي اشتري اي شيء كذا بس عشان اجرب، عشان اشوف استكشف في اللعبه اكثر واكثر واكثر. هنا في سلاح بس انا ما راح استخدم الاسلحه، لان الاسلحه مو جوي، جوي السيوف يا جماعه والفواكه، والله ما ادري ما راح اشتري اي شيء. طبعا قبل ما ننهي المقطع خلينا نستكشف في المنطقه، خلينا نستكشف في المنطقه قبل ما ننهي المقطع.
هل يمديني اطلع فوق؟ يب يمديني اطلع فوق، بس اصبروا خلى الانرجي يا جماعه اللي هي الطاقه تتكمل لا على شيء بدل نطلع. ايوه كويس طلعنا فوق. عاد يا رب في شيء يستاهل، اعطيني بس صندوق. طب انا ليش اطلع فوق؟ ليش اللقافه؟ طيب يا شباب وصلنا لهذا المقطع حلو. نصيحه الابديه يا جماعه، لا تجروا ملاقيف، نصيحه الابديه لا تطلعون فوق، لا تستكشفون في اللعبه دي. يلا يا جماعه هنا وصلنا لهذا المقطع، كان معاكم عيسى، اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع واتمنى انكم تشتركوا اذا انتم مشتركين. نشوفكم مقطع ثاني، سلام عليكم.